السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات الماشين ليرنينج. لسه مكملين كلامنا في اللوجيستيك ريجريشن. النهاردة هنتعرف على تكنيك جديد هو السبورت فيكتور ماشين. السبورت فيكتور ماشين هو تكنيك أنا بستخدمه عشان أفصل ما بين الداتا، بس بشكل مختلف شوية. يعني لو نفتكر آخر مرة في اللوجيستيك في الباينري كلاسيفيكيشن، لما كان بيكون عندي داتا زي كده وعايز أفصل ما بينهم، كنت بعمل اللاين ده. المرة دي الموضوع مختلف. يعني مثلا نبص هنا على الرسمة دي، محدش يتخض من الرسمة، هو الموضوع سهل. ده هو الداتا، دي هي الداتا، نفترض ان هي الداتا الموجبة والداتا ديت هي الداتا السالبة، وانا عايز افصل ما بينهم، ففصلت ما بينهم باللاين اللي هو الاورنج ده. الفرق هنا بقى عن الباينري كلاسيفيكيشن ان هو بيعمل لي خطين كمان. بيعمل الخطين دول فين؟ بيعملهم عند اخر نقطه في الداتا، اخر نقطه اللي هي دي واخر نقطه اللي هي دي. النقط ديت اسمها ايه؟ النقط دي اسمها سبورت فيكتور. اخر نقطه اسمها سبورت فيكتور، بيروح عندها اللاين، بيحسب المسافه. اللاين ده بيحسب المسافه ما بينه وما بين كل النقط دي، وبيشوف اقرب نقطه ليه وبيعمل عندها اللاين الاصفر ده. ونفس الكلام هنا، بيحسب المسافه لكل الداتا اللي هي السالبه دي، و بيروح عندها عند اخر نقطه، وبيقوم عامل عندها اللاين ده. اللاين ده اسمه سبورت فيكتور. وبالتالي المسافه اللي هي ما بين اللاين الاصفر واللاين الاصفر التاني ده، المسافه دي كلها اسمها المارجن. اسمها المارجن اللي هي عامله زي الطريق دي. الغرض عندي ان انا اخلي المسافه دي اكبر ما يمكن، اكبر ما يمكن. هي دي فكره السبورت فيكتور ماشين، على عكس الباينري كلاسيفيكيشن كان بيبقى عندي خط واحد بس. انما هنا عندي مارجن، ومش عايز اخلي الداتا تعدي هنا تعدي الطريق ده. بس احيانا انا بسمح ببعض الاخطاء عن عمد عشان اتخلص من مشكلة الاوفر فيتنج. تمام، هنشوف الموضوع ده كمان شوية. طيب اللاين ده اللي هو الاورنج ده، المعادلة بتاعته اللي هي واي ام اكس بلس بي. تمام، دي المعادله بتاعت اللينير ريجريشن احنا عارفينها. وبالتالي اللاين بتاع اللي هو فاصل الداتا الموجبه، المعادله بتاعته اللي هي واي ام اكس بلس بي ايكوال موجب واحد. واللاين اللي هو الاصفر الثاني ده بتاع الفاصل الداتا السالبه، المعادله بتاعته واي ام اكس بلس بي هتساوي سالب واحد. تمام، والمارجن المسافه اللي هي المارجن دي بتساوي 2 على نورم الدبليو. هنعرف 2 على نورم الدبليو دي جت منين دلوقتي. طيب احنا كده فهمنا الفكره. يعني برضو هنا اهي اوريها لكم الكلام اللي انا بقوله اهو. دوت هو اللاين اللي فاصل الداتا الموجبه، دي داتا موجبه ودي داتا سالبه، الواي بسالب واحد هنا اهي، وده سبورت فيكتور. النقط الزرقاء ديت السبورت فيكتور، والهايبر بلين، هايبر بلين اللي هو اللاين داش ده، وده هايبر بلين اللي هو فاصل كله عن بعضه. والغرض عندي ان انا اخلي المسافه ما بين اقرب النقط هنا واقرب النقط هنا بعاد عن بعض اكبر ما يمكن. تمام، وهنا هو الاثنين على النورم، دوت هو المسافه بتاعت المارجن. طيب نرجع تاني، نيجي هنا بقى المعادله بتاعت اللينير ريجريشن اهي اللي احنا عارفينها، W1 X1 بلس W2 X2 بلس B ايكوال 0. ولو حبيت ان انا اجيب W ال X2 ديت لوحدها الناحيه الثانيه، فهتساوي W1 على ال X W1 على ال X W1 سوري على ال W2 مضروبه في ال X1 ناقص ال B على ال W1. انا جبت بس ال X2 الناحيه الثانيه لوحدها، فالدبليو السالب بي على دبليو واحد دي بتمثل المسافه ما بين نقطه الاصل اللي هي دي والهايبر بلين، الخط اللي بيفصل ما بين الداتا. المسافه دي كلها هي سالب بي على النورم بتاع الدبليو. تمام، وبالتالي المعادله دي هي المعادله دي، دبليو ترانسبوز اكس بلس بي. هنا الدبليو عباره عن فيكتور فيه كل قيم الدبليو، الويتس بتاعتي او السيتا، والاكس برضه هو فيكتور فيه كل الفيتشرز بتاعتي، بيتضربوا ببعض وبيتجمعوا على البي. طيب لو انا جالي نقطه جديده، ولو النقطه ديت كانت على الخط، تبقى المعادله بتاعتها دبليو ترانسبوز اكس بلس بي ايكوال 0 اللي هو على الخط اللي هو الاورنج ده. لو انا جالي نقطه والنقطه دي جت على الخط بالظبط، هتبقى دي المعادله بتاعتها اللي احنا قلناها من شويه. ولو جات لي نقطه جديده هنا على الخط الاصفر،
فالمعادله بتاعتها هتبقى دبليو ترانسبوز اكس بلس بي بتساوي واحد او اكبر من الواحد لو هي هنا يعني، وهنا نفس الكلام المعادله بتاعتها لو نقطه جديده جت لي هنا هيبقى واي بتساوي ام اكس بلس بي ايكوال سالب واحد لو هي جت لي هنا كده. طيب نكمل بقى. الاول تعال نبص على الرسمه دي كده، دي نقطه اهي، دي النقطه الخضراء دي تمام. فالمسافة ما بينها الفيكتور ده بين نقطة الأصل للإكس دي، ده هو الماجنتيود وده هو الهايبر بلين بتاعي اللي بيفصل النقطة دي عن النقطة دي، وأنا عملت إسقاط للنقطة دي على الهايبر بلين اللي هو الإكس داش، دي الإكس ودي الإكس داش الإسقاط بتاع الإكس، وسميت المسافة دي سميت الإسقاط دوت R. والدبليو احنا عارفين طبعا من قبل كده من المحاضرات السابقة ان الدبليو دايما دايما بيكون بيربنديكولار على الهايبر بلين، بيكون عمودي على الهايبر بلين. طيب استفاد ايه من الكلام ده؟ اهو الار، الار اللي هي دي هتساوي الاكس ناقص الاكس داش الاكس شرطة. خد بالك ان المسافة دي هي المارجن، المسافة دي هي المارجن اللي احنا بنقول ان احنا عايزين نكبرها ونخليها اكبر ما يمكن تمام. طيب قلنا هنا هو الار هي اكس ناقص الاكس داش، 4x داش هتساوي w ترانسبوز x بلس b ايكوال 0. ليه الاكس داش بتساوي 0؟ لان انا لما عملت اسقاط هي بقت على الهايبر بلين، وانا عارف ان الهايبر بلين المعادله بتاعته w ترانسبوز x بلس b ايكوال 0، وبالتالي هي وقعت على الخط فالمعادله بتاعته هتساوي 0. طيب اول حاجه انا افترضت ان الار هتساوي جاما، الار هتساوي جاما، الار دي هتساوي جاما، سميتها جاما بدل الار يعني. وخد بالك ان الار هي بتوازي الدبليو، يعني الاثنين بيوازوا بعض، فبالتالي اقدر بقى ان انا اقول ان الار هتساوي جاما دبليو على نورم الدبليو، الدبليو دي الجاما دي اللي هي الار ومضروبه في الدبليو اللي هي دي مقسومه على النورم، النورم اللي هو اللينس ما بين نقطه الاصل والاكس وما بين نقطة الاصل والدبليو تمام. بعد كده من المعادلة دي انا كده خلاص بقى عندي قيمة الار، فمن المعادلة دي هجيب الاكس داش لوحدها، الاكس داش هتساوي اكس ناقص الار، فالاكس اهي اقول الاكس ناقص الار، الار اللي هو الكلام ده هعوض بيه هنا، عوضت بيه هنا وبعد كده هيبقى الاكس داش هتساوي من الكلام من هنا بقى من هنا كده هعوض هنا عوض في المعادلة دي، فهيبقى الاكس داش هتساوي دبليو ترانسبوز في اكس داش، الاكس داش اللي هي دي اللي هي بتساوي اكس ناقص اكس ناقص جاما في دبليو على نورم الدبليو اللي هو الكلام ده مجموع عليها البي تمام، اللي هي دي انا بعوض هنا تمام، عوضت عن الـ عن الـ عن الاكس داش. طيب بعد كده هيبقى بعد كده هيبقى دبليو ترانسبوز اكس ناقص يعني هدخل الدبليو ديت جوه هضربها جوه هيبقى اكس ناقص جاما دبليو دبليو ترانسبوز بلس بي مقسومه على النورم، انا دخلت الدبليو دي جوه. طيب بعد كده عملت ايه؟ بعد كده هيبقى دبليو ترانسبوز اكس اللي هي دي ناقص الجاما مضروبه في نورم الدبليو بلس بي، الدبليو دبليو ترانسبوز ديت هي بتمثل النورم دبليو تمام، هي النورم، فعشان كده شلتها وحطيت النورم وبلس بي ايكوال 0 دوت دوت يعتبر يونت فيكتور يعني قيمته بتقترب من الواحد فعشان كده شلته. طيب بعد كده دبليو ترانسبوز اكس بلس بي هتساوي جاما في ماجنتيود الدبليو، عملت ايه؟ جبت الجاما ماجنتيود الدبليو دي الناحيه الثانيه، جبتها الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يعني انا كانت باشاره سالبه جبتها الناحيه الثانيه. بعد كده عملت ايه؟ بعد كده قسمت على الماجنتيود بتاع الدبليو في الطرفين الاثنين، فدي هتروح مع دي، هيبقى لي ان الجاما هتساوي دبليو ترانسبوز اكس بلس بي ايكوال دبليو ترانسبوز اكس بلس بي على الماجنتيود اللي هو الكلام ده، دوت هو القانون اللي على اساسه بيجيب لي النقط الموجبه دي كلها كده في ناحيه واحده وبيجيب لي النقط السالبه هنا في ناحيه واحده، بس الفرق في النقط السالبه او دوت اللي بتفصل لي الجزء الموجب فور بوزيتيف بوينت وهنا فور نيجاتيف بوينت، بس هحط سالب بقى يعني باي ديفولت ان انا هحط سالب لان هي دي النقط السالبه، فبالتالي هو ده اثبات القانون اللي بيجيب لي النقط الموجبه في حته وبيجيب لي النقط السالبه في حته. طيب
لما اجي اضربه في الواي بقى عشان اجيب جنرال ايكويشن، معادله عامه يعني، انا عارف ان لما اضربه في الواي، الواي دي هتلاقي قيمتين، يا اما موجبه يا اما سالبه، تمام. ودايما دايما احنا اتكلمنا مشكله البرنامج ده ان هو مش بيسجل على 10 دقائق. طب نكمل تاني، احنا هنا كنا قلنا ان هنا دايما الواي ليها قيمتين، يا اما قيمه موجبه يا اما قيمه سالبه، يا موجب واحد يا سالب واحد، دايما ان هي جريتر ذان زيرو، زي ما اتكلمنا في المثال قبل كده بتاع الباينري كلاسيفيكيشن اللي هو كان ده، لما كان عندي نقطه هنا وكان عندي نقطه هنا، النقطه ديت انا عارف ان الطالب ده ناجح، ده طالب ان هو ناجح. واللوجيستيك ريجريشن لما عمل الهايبر بلين قال لي ان هو ناجح، فبالتالي القيمتين موجبين، فموجب الموجب القيمه الحقيقيه اللي انا عارفها في موجب اللوجيستيك ريجريشن توقعها يديني قيمه موجبه يعني جريتر ذان زيرو، يبقى الواي دبليو ترانسبوز اكس بلس بي جريتر ذان زيرو، وبالتالي هنا الطالب ده راسب، واللوجيستيك ريجريشن قال لي ان الطالب ده راسب، فبالتالي هيبقى سالب في سالب بموجب هتبقى برضه جريتر ذان زيرو، فهو ده هيبقى كونديشن عندي لازم يتحقق، ما اتحققش يبقى انا عندي ميس كلاسيفيكيشن. طيب اول حاجه هنا لما كان عندي هايبر بلين واحد فاصل النقطه دي عن النقطه دي، كنت عارف ان المسافه ما بين نقطه الاصل واللاين ده هي بتمثل سالب بي على الماجنتيود بتاع الدبليو او النورم اللي احنا فهمناه من هنا من شويه. طيب هنا بقى عندي ثلاث خطوط، عندي ثلاث خطوط عايز احسب المسافات بتاعتهم من نقطه الاصل، يبقى المسافه من النقطه دي للخط الاصفر ده، والمسافه من النقطه دي للخط الاصفر الثاني، وهطرحهم من بعض، هطرح المسافه دي من المسافه دي عشان يديني المسافه دي، عشان يديني المسافات دي اللي هي المارجن اللي انا عايز اخليها اكبر ما يمكن، تمام. فهنا اللاين الاصفر ده هو اللي هو واي ام اكس بلس بي سالب واحد، يعني سالب واحد ناقص البي في النورم، سالب واحد ناقص البي على الماجنتيود، سوري على الماجنتيود او النورم بتاع الدبليو اللي احنا جبناه من شويه من هنا، تمام. وبالتالي اللاين الاصفر الثاني هيبقى المعادله بتاعته واي ام اكس بلس بي ايكوال موجب واحد، فهيبقى واحد ناقص البي على النورم، وطرحتهم من بعض قلت عشان اجيب المسافه دي اللي انا عايز اكبرها. فلما اطرحهم من بعض ده سالب لما يخش على السالب هيبقى موجب، فبالتالي دي هتبقى موجب بي فهتروح مع البي دي، تمام. وبعد كده هيديني بقى ان هو الاثنين على النورم بتاع على النورم بتاع الدبليو ده. خلاص قلنا المثال ده، ده مثال تاني هو ده عشان اكد لك الاسباب بتاع المعادله دي اللي هو بيفصل لي كل الجزء الموجب لوحده والجزء السالب لوحده. انا اعتبرت ان النورم ده بيساوي واحد فعشان كده شلته. نتخيل ان انا عندي النقطه ديت هي بتمثل سالب 4 واي و 0 اكس، والنقطه ديت بتمثل 4 واي و 4 اكس، فلما اجي اعوض في المعادله دبليو ترانسبوز اكس بلس بي، اولا انا فصلت ما بينهم باللاين ده، اللاين دوت افترضت ان الميل بتاعه هو بسالب واحد والبي بصفر لان هو هنا معدي بنقطه الاصل، فبالتالي لما اجي اعوض هنا في المعادله الدبليو اللي هي بسالب واحد اللي هو السلوب بتاعي والبي اللي هي بزيرو سالب واحد وزيرو، وضربتهم في النقطه دي اللي هي سالب 4 و0، فاداني 4، اداني قيمه موجبه، تمام، اداني قيمه موجبه. فبالتالي انا لو جيت عوضت باي نقطه هنا، اي نقطه هنا عوضت بيها في المعادله تطلع موجبه. هو بيفصل بقى بالطريقه دي الاسباب بتاع المعادله اللي احنا قلناها من شويه، خد اي نقطه هنا وعوض بقى في المعادله دي دايما هتديك قيمه موجبه. تعالوا بقى نعوض الناحيه الثانيه، النقطه اللي هي 4 و4، الام سالب بواحد اللي هو الميل، والبي بزيرو، والنقطه 4 و4 هيديني سالب، هيديني قيمه سالبه، هي هنا مكتوبه غلط، هيديني قيمه سالبه، تمام. وبالتالي لو جيت عوضت باي نقطه هنا هيديك قيمه سالبه. ده مثال للتوضيح برضو. هنا بقى عرفنا ان خلاص بيعمل ازاي السبورت فيكتور اللي هو اللاين اللي بيبقى على اخر نقطه موجوده هنا، واللاين الثاني اللي هو بيبقى على اخر نقطه موجوده هنا كده، لو انا عندي داتا كتير بقى كده، وبيحاول يخلي المسافه ديت اكبر ما يمكن عن طريق الكلام اللي احنا قلناه من شويه اللي هي المعادله دي اللي هي المسافه دي. فازاي ان انا اكبر المسافه دي، ده يجي دور حاجه اسمها لاجرانج مالتيبلايرز. لاجرانج مالتيبلايرز ايه هو اللاجرانج مالتيبلايرز؟ ان انا قلت ان انا عايز اماكسمايز الكلام ده،
اللي هو عايز ادور على الدبليو والبي اللي تخلي لي الكلام دوت اكبر ما يمكن. هو في نفس الوقت لو انا قلت لك عايز اخليها مينيمم للانفرس بتاع الكلام ده، انا هقول مينيمم للدبليو والبي، اصغر قيمه للدبليو والبي اللي هتخلي لي الكلام ده اصغر ما يمكن. لما الكلام ده هيكون اصغر ما يمكن اللي هو الانفرس بتاع ده، ده هيكون اكبر ما يمكن. مفهومه؟ يعني انا عايز اكبر ده، فعشان اكبره هصغر الانفرس بتاعه، الانفرس اللي هو المقلوب، تمام؟ وجمعت على قيمتين، ايه القيمتين دول؟ قلت زائد سي زائد سميشن من اي ايكوال واحد للام الابسلون، الابسلون العلامه اللي بتبقى عامله زي حرف العين دي، او بيقولوا عليها زيتا حاجه زي كده يعني. السي ديت ضفتها ليه؟ السي ديت هي خاصه بالريجولاريزيشن، الريجولاريزيشن قيمه صغيره انا بضيفها على هنا المين، هنا المين اللي هو الجلوبال مينيمم، عايز اوصلها للجلوبال مينيمم. فالقيمه ديت هي بضيفها عشان تخلصني من الاوفر فيتنج، زي ما اتكلمنا قبل كده في اخر محاضره عن الريدج، عن الريدج ريجريشن، ان انا كنت بضيف قيمه لمبه عشان تخلصني من الاوفر فيتنج. وبالتالي السي ديت هي برضو بتمثل عدد الاخطاء اللي عندي. معنى ايه عدد الاخطاء اللي عندي؟ يعني مثلا هنا لو انا لقيت نقطه من النقط البني دي دخلت هنا كده، بقت هنا كده اهي، ولقيت نقطه كمان دخلت هنا، ونقطه كمان دخلت هنا، يبقى السي هنا الثلاثه، السي هنا عدد النقط اللي موجوده، والابسلون الابسلون اللي هي دي او السلاك او الزيتا وات ايفر اسمها، يعني هي المسافه ما بين نسبه الخطا، بتحسب لي نسبه الخطا ما بين النقطه اللي توقعت غلط واللاين بتاعها، اللاين الخاص بيها. هنا نفس الفكره، لو لقيت نقطه من النقط اللبني دي دخلت هنا، هيبقى هنا السي بواحد نسبه الخطا اللي هو الريجولاريزيشن، والمسافه ما بينها وما بين اللاين الاصفر ده ديت هي بتمثل الابسلون. عندي بقى كذا نقطه، عندي كذا نقطه بقى، فانا عشان كده عملت سميشن. لو انا عندي كذا نقطه عايز كذا نقطه مس كلاسيفيكيشن، فانا حسبت السميشن بتاعه. ودايما زي ما قلنا ان الواي بتكون دبليو سبوس اكس دايما هي جريتر ذان زيرو في حاله ان الكلاسيفيكيشن بتاعه صح. هو ده السبورت فيكتور ماشين، وده الماس اللي ورا السبورت فيكتور ماشين. الموضوع بسيط خالص، اتفرج بس على المحاضره اكتر من مره. وعايز اقول لك ان انا كل مره بذاكر السبورت فيكتور ماشين بكتشف حاجات جديده انا ما كنتش فاهمها من اول مره. فانت دور، ما تكتفيش بالمحاضره دي، دور ويبحث. فكل فيديو هتتفرج عليه وكل مقاله هتقراها هتستفاد في موضوع السبورت فيكتور ماشين. طيب ده خلاص. انا عايز اقول لك اوريك برضو هنا دي الريفرنس، وفي ريفرنس ثانيه برضو انا جبت منها الكلام اللي انا شرحته. الريفرنس ده مهم جدا جدا وبسيط وهيوضح لك الموضوع خالص. دي احنا ما شرحناهاش، دي حاجه اسمها الكيرنل تريك. الكيرنل تريك هنشرحها المحاضره الجايه ان شاء الله، اللي انا ما ينفعش افصل ما بينهم بلاين، عشان افصل ما بينهم استخدم تكنيك تاني. وده كل الكلام اللي احنا قلناه، وهتلاقي كلام زياده كمان عليه، فانا هحط لك تحت في الديسكريبشن، يا ريت تقراه واتفرج برضو على المحاضره دي. المحاضره دي مهمه جدا في جامعه ام اي تي، ويعني ما تكتفيش زي ما قلت، والموضوع سهل، واللي مش فاهم اي حاجه يسالني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.